مرحبا بكم في بريست. مرحبا بكم في أكبر مدينة في غرب منطقة بريطانيا. مرحبا بكم في العاصمة البحرية لبريطانيا، في قلب منطقة حضرية ملائمة للعيش والعمل، يتجاوز عدد سكانها 400,000 نسمة. بريست مدينة مرفائية وتستفيد من شبكة نقل عام عالي الأداء، يستخدمها يومياً 75,000 مسافر، وتربط بين مختلف المناطق الصناعية الرئيسية والسكنية في هذا الإقليم. تساهم شبكة الطرقات المجانية في تسهيل التنقل الخاص والمهني في منطقة بريطانيا. كل يوم 8 رحلات بين باريس وبريست بالقطار فائق السرعة TGV. كل يوم يقدم لكم مطار بريست بريتانيا 23 رحلة جوية دولية، ويربط 11 مرة في اليوم بين باريس وأقصى غرب منطقة فينستير. بفضل تكنولوجيا الأنترنت وبفضل طابعها المبدع، تساهم اليوم مدينة بريست في تطوير الجيل الخامس من الأنترنت، وجميع المناطق الصناعية لهذه المدينة مزودة بالأنترنت فائق السرعة. بريست أرض المستكشفين، واقتصادها مرتبط ارتباطاً واثقاً بالإبداع، وبفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي في أقصى غرب قارة أوروبا وعلى سواحل المحيط الأطلسي، تملك المنطقة 25,000 وظيفة صناعية مرتبطة بالبحر. لطالما ارتبط اقتصاد بريست بالامتياز البحري والخبرة في أحواض بناء السفن المحلية المعترف فيها في فرنسا والخارج، تجعل من بريست أول ميناء فرنسي في مجال تصليح السفن المدنية والعسكرية. ويمثل المرفأ متعدد الوسائط، بحر وسكك حديدية وطرق، نقطة عبور استراتيجية للسلع الأوروبية. ويتم الآن اصطلاح قطعة أرض من البحر في ميناء التجاري، تبلغ مساحتها 36 هكتاراً، وستستقبل عن قريب أنشطة صناعية ومرفئية جديدة، مما سيتيح للإقليم تبوأ مركز ريادي في مجال الطاقات البحرية المتجددة. بريست إقليم رائد في الطاقة الزرقاء، ويملك تجمعاً تنافسياً عالمياً خاصاً بالأنشطة البحرية بريتانيا أتلانتيك. ويوجد في منطقة بريست 25,000 وظيفة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوجد أساساً في تجمع تنافسي ذي سمعة عالمية. وتساهم المنطقة بشكل فعال تنشيط زخم المبادرة لفرنش تيك، وهنا يمكن مستقبل البيانات وشبكات التواصل والتصوير الإشاعي الطبي وصناعة النماذج ذات الثلاثة الأبعاد. الأراضي القريبة من المحيط الأطلسي أراض خصبة أيضاً، وتستفيد هنا الزراعة من بيئة مناسبة. تعتمد أكبر شركات في قطاع صناعة الأغذية على هذه الزراعة المحلية كل يوم، ونذكر من بينها سافيول وسيل وإيفان وكارجيل. يحتل قطاع تصنيع وتحويل المنتجات الغذائية في بريست مكانة ريادية على الصعيدين الوطني والدولي. كل يوم يقوم العلماء في مختبراتهم بتحويل الثورات البحرية إلى مكونات أساسية من أروع اكتشافاتهم. اتخذت الشركات الكبرى هذه المدينة مقراً لها، ونذكر منها بيرتون وإيروديف وأوسيانيا وبي أن بي وكريدي ميتويل أركيا، التي تدعم الإبداع في بريست وفي منطقة بريتانيا. إجمالاً، فإن 78% من عمالة بريست يعملون في قطاع الخدمات. بريست هي أيضاً منطقة الاسترخاء، تقع على ساحل المحيط الأطلسي، وهي محاطة ببحر داخلي بأتم معنى العبارة، ويزخر هذا الإقليم بشواطئ عديدة وبخلجان جميلة وآسرة. يحب سكان بريست الأنشطة البحرية والثقافة والطبيعة على السواء، لأن مدينتهم والطبيعة التي تحيط بها تحفزهم دوماً على التنزه والاستكشاف. بريست مدينة رياضية بفضل بيئتها الطبيعية المميزة، 45,000 من سكانها مسجلون في أندية رياضية محلية، ويستخدمون مرافق رياضية حديثة وفعالة. مرافق تعج بالرياضيين عندما يدخلها لاعبو الهوكي ولاعبات كرة اليد ولاعبو كرة السلة المحترفين. ويستمتعون السكان أيضاً بالأحداث الثقافية الكبيرة، مثل مهرجاني أستروبوليس ولونغاردوند، والمهرجان الأوروبي للفيلم القصير لي جودي دو بور، ومهرجان لوبو دو موند، والحفلات البحرية الدولية الشهيرة. بريست مدينة جامعية وعملية، وهي العاصمة الأوروبية لعلوم وتكنولوجيا البحار، وتملك أكبر معاهد ومراكز البحث العلمي. ويرتاد 23,000 طالب إلى جامعة بريتانيا أوكسيدنتال وإلى المدارس العليا الثماني الموجودة في أقصى غرب منطقة فينيستير. ويوجد في ثاني أكبر مدينة في بريتانيا 50 وحدة بحث علمي تابعة للقطاعين العام والخاص، ويمثل 24% من إجمالي الموظفين في قطاع البحث العلمي في بريتانيا.
بريست مركز سياحي هام في بريطانيا بفضل موقعها الجغرافي وتراثها الطبيعي ومرافقها. في سنة 2014 تجاوز عدد زوار المنتزه الشهير الخاص بمحيطات العالم أوسيانوبوليس 10 ملايين زائر. ويوجد في ميناء مدينة بريست السياحي 2200 مكان للرسو، ويتميز بتنظيم فعال، وقد اختير من بين أفضل الموانئ السياحية في فرنسا. وميناء المدينة الذي يعد مكان انطلاق ووصول السفن التي سجلت أرقاماً قياسية أصبح مكان تنزه شهير، وتوجد فيه متاجر ومطاعم عديدة. ميناء بريست أول ميناء على ساحل الأطلسي من حيث عدد السفن التي ترسو فيه كل سنة. ثمة عدة أسباب للعيش في بريست. هناك كثير من الأسباب التي تدفعك إلى اختيار بريست لايف. ماذا لو كانت بريست أكثر من مجرد مدينة كبيرة؟